احلامي قدامي ويا دنيا مالك عالحلم سلطان. احزاني والامي قلبي الوجع دين البشر صوان. هاتي يا دنيا من الوجع هاتي غني على تاني ديواتي. أمل بكرة الصبح آتي بتوي ظلام الأسود والحرمان. أحلامي قدامي ويا دنيا مالك عالحلم سلطان. أحزاني وآلامي قلبي الوجع بين البشر صوان. دور على حب صادق قوي صح الامل والخير يلي فيه. دور على حب صادق قوي صح الامل والخير يلي فيه. ايد اللي تمسك ايدك تدفيك فيها العزم فيها عطف وحنان. احلامي قدامي ويا دنيا مالك عالحلم سلطان. أحزاني وآلامي قلبي الوجع بين البشر صوان. يا بابا خير. بابا شو في؟ بابا أخذني مشوار كتير داخلي أنا. طيب روحي غيري ثيابك. طيب خدني لنح بيتنا أنا وعماد الله يخليك. تكرم عينك. غير أوعي. تعرف مسكيني هلا انا شو بتكون عامله هلا؟ بتكون عم تشفى من مرضها مشان تنتظرك بالمطار. يا رب الله يسمع منك. من يومين لما كنت عم بعمل تحاليل عرفت انه في رجل توفى بعد ما عمل عمليه مثل عمليتي. نبيل ما في داعي تقارن وضعك بوضعه ابدا لانه ما بنعرف اصلا طبيعه مرضه وما بنعرف ظرفه الصحي. عماد انا ما عم قارن بس اتضايقت على حاله زوجته. قالوا لي انه اخذوها على مشفى الامراض النفسيه. عم بتفكر برنيم؟
ابو نبيل. قلت لك دعوه مشان شارك مؤتمر لرجال الاعمال. راضي انت مسافر ورا نبيل. نبيل شبه خلاص بطلت سافر، لغيت السفر منيح حتى ما تقول انه انا رايح ورا نبيل. عجبك ما؟ كثير حبيته. هلا رنا، هلا لميس، ليش تأخرتوا؟ نمت على الكرسي ولا ناطركم؟ تمثال لميس ليش انكسر؟ يابا شو بيعرفني؟ يمكن وقع لحاله. شغلات كتير عم تصير بهالبيت لحاله. مرة فستان رنيم انتزع لحاله، وهلا تمثال لميس انكسر لحاله. بسيطة أستاذ رامي، كسر الشر. مرحبا ولي. أهلين. لك شلونك؟ كيفك؟ اشتقت لك كتير بس زعلانة منك. ليش؟ كم مرة نبهت عليكي ما تفتحي بالليل لحدا؟ أهلين رني. أهلين زارتنا البركة. كيفك؟ مشتاقة لكم كتير. تفضل. هلا بشرفك هذا حكي بيحكي واحد عاقل. بعدين يا اخي انت ليش عم تحكم على حالك بالموت؟ نبيل صدقني انت راح تعيش اكثر مني واكثر من اي حدا تاني كمان. عماد بلا ما نضحك على حالنا، النتيجه واحده ما راح تتغير. ومن هلا بقول لك إذا صار لي شيء بتخبر رنيم إني متت بحادث. أنت واحد مجنون، مجنون. الجنان بيكون عقل أحيانا. لويز وينك لهلا؟ صلي ساعة بستناك. تعي. لويز أرجوكي بكرة العرض، ولهلا أدائك يوم بيكون فوق ويوم بيكون تحت. هذا أول عرض إلي بالبلد، تعرفي؟ هذا التحدي تبعي. مجد أنا تعبان.
عندي مشاكل كتير، عندي مشاكل. لويز لازم تفصلي بين مشاكلك الشخصية وبين الشغل، ما بصير، انت ممثلة محترفة. ولا يهمك، بكرة بس نجح العرض كله هذا بصير ورا ظهرنا، ولا يهمك. هيك لكان يا سيد مجد. وسام الوقت ما مناسب لهذا الحكي. بالعكس أنا شايفته كتير مناسب. بقى أنا قاعدة بالبيت ليالي وعم بصفن وعم بسهر وعم فكر إنه أنا السبب بكل مشاكلنا وأنا اللي عم بضغط عليك، بتقوم حضرتك تطلع عم تقلعني تقليع من المسرحية مشان يفضى لك الجو؟ كلمة تانية ما بسمح لك. وسام سبق إيدي. أسبقك؟ ليش لحتى أسبقك؟ مشان أتركك أنت وهالرخيصة هاي؟ عن جد أنت وحدي قليلة ذوق. لويز لويز أرجوكي. وسام قولك أنا قليلة ذوق يا وسام. سبقيني شوي وهلا بلحقك. شوف استاذ مجد، لما بتحل مشاكلك الشخصيه ابقى تعال نظر على ممثليك. انا ماشي وبنصحك تشوف ممثله ثانيه تقوم بدوري. لويز ارجوكي ارجوكي، انا بكره عرضي وما بلحق اجيب ممثله ثانيه. لويز لويز بكره عرضي يا لويز، لك هيك العرض بيتدمر. شرف روح لحالك خانم. لك انت شو عملتي؟ انا بحبك. لك شو عملتي فيي؟ بدي اياك. بدك يعني بدك يعني بتدمريني؟ انت بتعرفي انه حبك خلى الممثله تتركني قبل عرضي بيوم واحد؟ انا بكرهك. انت وحده مريضه مريضه. لك بعد مشي بعد مشي. مشي مشي مشي. ركي ركي شو بدك معي؟ قليلي شو بدك معي؟ انا ما بدي اياك. لا تلحقيني، ما بدي اياك. لك وسام تعال تعال. بشار الله مجد. طمني طمني خلص، استني هون هلا برجع لك. بدي فوت. خليكي هون خلص هلا برجع لك. صحتك سهى. صحتك. اسمعي، واحد مضيع الطريق قالوا لرفيقه انا وين ممكن اوصل للمكان الفلاني، وقف رفيقه هيك وصفن قال له بتروح من هون ولا بقوم بخطك كفينا. هذا احلى شيء لما كنت انا صغيره. اسمع ايه اللي كانت مرت ابي تعمل فيني كل فصل. ايوه ايوه اسمعي، بما انه رجعنا للطفوله سمعينا بقى من الاول، وهاي الكاميرا معي بالصوت والصوره. تفضلي. مشان الله طمني بقى، الله يمكنك تلفت اعصابي. وينه مجد؟ شو صار؟ شو؟ وسام الامر اليك. شو؟ عم تكذب علي، عم تكذب علي. مجد عايش مو عايش؟ شو
انت ما متت ما وقال لي انك ما متت وقال لي انك بتحبني وما راح تتركني ابدا وهيك انت وعدتني انك ما تتركني ابدا اجد اجد مجد والله ما بزعلك اذا عم تربيني انا ما عاد زعلك انا ما عاد ضايقك بس قوم قوم اللي انك انت عايش قوم اللي قلي انك ما رح تتركني ابدا قوم مجد مجد بحياتي عندك تقوم قوم اللي انك ما متت قوم اللي انك ما متت مجد مجد دغينك راضي لا تهرب مني وقف واحكي معي انا متاكده انك مخبي عني شيء كبير وخطير وما رح اوقف بسفرك وبعرف انه نبيل محتاجك وراح اقتنع معك انك انت مسافر مشان الشغل بس الله يخليك الله يخليك يا راضي كل دقيقه بدقيقتها بدك تحكي معي وبدي اسمع صوتك وصوت نبيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم راضي راضي الله يخليك يا لانا بابا لانا صباح الخير بابا بابا انا ما بحب الحلم ما بحب الحلم بعرف 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 بابا بس نسيت معلش حقك علي حقك علي يا لانا شو عملتي؟ عايدة صباح الخير صباح الخيرات كيفك؟ حبيت اجي اطمن عليك انا منيح شو لانا معصبة؟ اي نعم وينها هلا؟ بغرفتها طيب انا حنظفهم بس الله يخليك لا تخلي لانا تطلع وتفاجئني يا عايدة أنا ولانا محتاجين لك أنا خلص ببقى بمر وبطمن عليك يعني ما رح تبقي؟ قلت لك ببقى بمر وبطمن عليك يلا ابو النبل هي سيارة المشفى وصلت والأطباء عم يستنوا جاهزين ومتفائلين كمان جاهزين للذبح بعيد الشر انت راح تشفى راح تشفى يا ابني طمن قول يا رب وانا هون معك بابا أنا ماني خايف واللي الله مقدره رح يصير بعدين شايف ها أنا رايح على العملية برجلي هيك بدي إياك نبيل اللي بهز السوق هز بإشارة من أصبعته
ماني عم صدق انه الاستاذ مجد مات. انسي وسام، نحن ما رح نعزيك بزميلنا وباستاذنا مجد، لانه نحن كمان خسرنا. العزا الوحيد اللي رح نقدمه إلك ولحالنا انه نقدم المسرحية مثل ما كان بده الاستاذ الله يرحمه. كلياتنا قررنا انه نهدي شغلنا لروح. يلا شباب على الخشبة كلياتنا. انت شو اللي فيكي بخوفني؟ قربك من الله بذكرني اني رح موت، وعلى اللي مثلي ما لازم يتذكر انه بده يموت. الله يسامحك يا محمد، ورطتيني. تفضل، هاي جبت لك كرتونه مليانه تماثيل مشان تكسر على كيفك. المهم تضل مبسوط. ما عاد فيني، ما عاد فيني. فظيعه فظيعه انت. بس اسمعي اسمعي اسمعي، هي وحده ثانيه. واحد ماشي هو ورفيقته ماشيين بهالشارع. الو الو الو، مين؟ غلاصات وسألات عم يعكسوا. اشتكي برايفت نمبر، ما في رقم. يلا وين كنا؟ يا تميز شو صار لك؟ لك فهم علي، لك انا بحبك وانا ما عم وقف وش حلمك ومستقبلك، بس انت لازم تهتمي فيه. وحس اني انا اهم واحد بحياتك، فهمتي؟ شو يعني؟ ما عم بفهم، دكاني وقف مشروعي؟ ايه ليش لا؟ بس حتى وقف على رجلي من اول وجديد. يعني عندك نية توقف على رجليك من اول وجديد؟ انت شو شايفه؟ أنا اللي شايفته إنه مبارح وقلت مبارح ومن أسبوع ما عم تروح على مركز المعالجة الفيزيائية. لأني مشغول بالمكتب، ولا بس أنت عندك خطط وأحلام ومشاريع مستقبلية؟ طيب رامي، ارتاح اليوم بلا مركز المعالجة، بكرة نشوف شو بده يصير. هاي هاي، أهلين. طمنيني شو الأخبار؟ لساتها رولا محتارة بالمعاكسات. محتارة؟ يعني متضايقة ولا مبسوطة؟ مو مبين عليها شي. والهدية؟ لا تخاف على الهدية، الهدية موجودة عندي بالحفظ والصون. أكاديمي. حبيبتي في برنامج مهم بدي شوفه. حبيبي امبارح راح علي ستار أكاديمي إذا بتريد. لك عم أقول لك في برنامج طبي مهم الأسبوع عم استناه. تقليدي أحمد يلا بسرعة امسحه وتعال اقعد جنبي. يلا ليه عم تطلع فيه هيك؟ يلا هلا بلش ستار أكاديمي. مودي انت لمين بدك تصوت؟ اصحى تصوت غير للي بقول لك تصوت له. ها
عماد؟ عماد؟ عماد إذا كنت جوا دق لي على الباب لحتى أسمع. عماد؟ عماد طب بس ورجيني إيدك. يا عماد افتحي طيب. طيب أنا مالي زعلانة منك، وبعرف إنه أنت ما حطيت لي دواء لحتى تسممني أو لحتى صائد. هاي هي الغرفة، هون مثل ما حكيت لك كان نادر يعمل عمايله مع بنات المشغل. أنا بتذكره نادر منيح، كان شخص يحب شغله، كان يحبنا، يتعامل معنا كأنه إحنا أولاده. معقولة؟ معقولة يطلع منه كل هاد أسرار مخباية ومخفية؟ يمكن ما كان يشتغل هو بالأقنعة، كان بيعرف يحط منيح قناع البراءة. حتى رنين ما كانت رح تسلم منه. رنين؟ شو ما ضل بنت بالدنيا غير رنين؟ حمدي مشان الله، مشان الله طالعين لبرا. جبتي الصورة؟ وليش ملهوف كل هالقد؟ بلع لك، جبتي الصورة؟ ما بعرف يعني يمكن نسيتها بالبيت. ايه طول بالك طول بالك. ايه لا واضح انه الحالة متطورة كتير، ها كتير كتير. كأني شايفة بعيونك شي جديد، ممكن يكون حب مثلا. وأنا بنصحك إنه لا تطلعي فيه. واو بلش الفيلم يزبط. تفضل يا شباب لهون. أنت هون تفضل. شكرا كلك ذوق. رامي؟ رامي انت هون؟ ايه هون. انت وين كنتي؟ انت بتعرف وين كنت؟ باين من التمثال وين كنتي. مرقت بس دقيقتين اخذته واجيت. لميس انا ما نبهتك تنسي موضوع معرضك. ليش مصرة تعصبيني؟ شو هالاسلوب اللي عم تحاكيني فيه رامي؟ نبهيني وتعصبيني؟ شو نحن على ايام سفر برلك؟ سفر برلك ولا غيره؟ انت زوجتي بدك تسمعي كلمتي غصب عنك ولا لاني عاجز حابب تمشي قرابك عليه؟ حرام عليك تتهمني هيك اتهام. انا مش عارفتها غير الحبيب والزوج اللي اخترته ليكون ملك ويتربى على عرش قلبي وحياتي. ليش مصره تنزليني عن هذا العرش؟ ليش بدك تفضلي علي شقفة معرض مليان حجار وطين؟ ليش كنتي عندك بالغ اسبوع؟ ليش؟ رامي والله انت عم تبالغ. لميس تعدي بالبيت ما عاد في طلعة. رامي عينك بعين. جمال عيونك ما رح يخليني غير قرار. أنا ما كان أفضل لو لقينا كام يوم بالمستشفى.
هون أحسن بكتير. مليت من الدكاترة وعي الدكاترة. شو أستاذ نبيل؟ خير؟ ليش شبهن الدكاترة؟ يوجعوا القلب. مع ذاك طبعا. ايه أستاذ نبيل، إمتى قررت جنابكم تسمح لنا ونرجع للشام؟ للشام بس؟ للشام ولكل اللي بالشام. بزمتك أنت ما اشتقت؟ ايش في حدا بيعيش بالشام بيترك الشام وما بيشتاق لها؟ الظاهر كمان عمو ابو نبيل اشتاق. شو رايك بقى؟ انا لازم احجز فورا. وين بدك تحجز؟ معقوله يعني ارجع الشام وخليهم يشوفوني بهالمنظر؟ يا ابني المرض مو عيب ولا حرام. بعرف بابا بعرف، بس ما بدي اياهم يقلقوا. انا شهر زمان برجع مثل الاول واحسن. بس يا ابني يمكن صار من حقكم تاخذوا اجازه، يعني هيك اجازه نعمل فيها شوبينج، اشتري لنا شويه اغراض ل ست ام نبيه، لالانا، لرنيم، لرولا. رولا نبيل بخير والحمد لله. ها اي نبيل قدامكم، رجع لنا سالم غانم. قولوا الحمد لله يا جماعه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي اللي ما حرمني وحيدي. تسلمي لي. سلامتك يا برادر. سلام. الله يسلمك. بسيطه يا احمد، صاير عم تعرف تخبي علي. ابراضي انت ورطتني مع اختك هلها، الله يخليك، لانه ما في مزح معها منوب. خلاص ابو حميد انت بحمايتي. رولا خلاص من شانك بس يا احلى ابو راضي بالدنيا كلها. هلا اذا بدكم تقلبوا لي اياها مقت برجع من محل ما اجيت. خلاص خلاص حبيبي خلاص. ان شاء الله حتضلوا واقفين انتوا ثلاثه بوشكم على المطبخ، بدنا ناكل نشرب قلبنا من الاكل هنيك. اي والله لتاكلوا اكل ما اكلتوا بحياتكم. يا حبيبي اذا رولا بدها تساوي اكل. اي لا اكلنا وسبقنا. حسابك بعدين. هالمره ما راح اقدر احميك اخي، انا شلت ايدي. هالو. ايه حمدي، المدام زارتنا اليوم. كله تمام؟ كل شيء تمام. ماشي تترك الشغل عندك. بس الصور مضمونه، ما رح بين انه مركز التجميل. ولو تتركي الشغل. حاضر. سلام. هلا بلش اللعب. باختصار اكثر يا دكتور، لانا رح تشفى ولا لا؟ طمن، لانا عم تتجاوب مع العلاج وبسرعه. بقدر شوفها؟ وش لوش ما بظن. بس لقلك هي عندها بعد ساعة زمان موعد مع الطبيب النفساني. شكرا لك. انتبه تشوفك. حاضر تأمر أمر، رح حاول جهدي ما تشوفني. الحب أخنا الحب. عم تعمل انت وياه هون ولا يخرب بيت؟ وين عم يخرب؟ وين عم
يا الله ما اطيب ريحة رجوعك يا نبيل. مساء الخير. حمدي انت راجع سكران؟ انه ايه بس مو مطفي. ايه بس هاد حرام. لا يمينا بموضوع الحرام، خلينا نطلع على الحلال. وعدني انها حتكون اخر مرة. بكره بنفكر اذا اخر مرة. بليز حاولوا تقنعوا ناجي يبقى هون. انا بعرف انه هو بيحبه لنبيل وممكن يسمع منه. انا حبيت المكان هون، ناجي شكله رح يضل يتنقل فينا من بلد للتاني. بعدين انا بدي ابني يجي ويلاقي له مكان وناس واصدقاء دايمين. وانا بوعدك رح خلي نبيل يحكي مع ناجي. ما بعرف ما بعرف يا نبيل، انا بحاجه لمكان ما حدا يعرفني فيه، لمكان ما قابل فيه ناس يتذكروني بالماضي. سيد ناجي انا باكد لك انه الماضي انتسى بالنسبه لنا، بس يبدو لساته ما عاش على جواتك وهي مشكله. يعني ممكن السفر ينسيني الحالات المؤلمه اللي عم اعاني منها، ممكن خليني ارمي كل شيء وراي. ويمكن كل ما قطعت تذكره السفر ترجع تشوف بهالتذكره كل الماضي اللي كان عم يحاصرك. سيد ناجي انت اخ كبير، انا بقول لك اعطي لحالك ولزوجتك ولابنك فرصه حقيقيه. معقول تضل تنقل ابنك من بلد لبلد وتحرمه من انه يكون عنده اصدقاء وناس دائمين يعيش معه، وزوجتك هي اللي انت خليتها تبدا حياه جديده ما فيها ماضي، بهروبك هاد انت عم ترجع على الماضي وعم يرجع على الماضي حاصره. صدقني ولا بتكون عملت شيء. تفضل استاذ. انت اول مره تشتغلي سكرتيره؟ وحياتك يا استاذ هي اول مره، بس انا مرتاحه بالشغل معكم كثير، اكيد رح ابقى كثير. شو اذا ما عندك مانع؟ ليش هيك وعندي مانع؟ تفضلي. شو هذا يا استاذ رامي؟ السكرتيرة لساتها جديدة هيك دغري. دغري شو؟ الله يسامحك، أنا خرجي هيك فوتات. بس باينتها عم ترسم حواليك. ها خير لك أمي؟ شو بكي؟ ماما أنا كثير متضايقة، امبارح حسيت انه فراشنا كان حرام. شو عم تحكي انتي؟ حمدي جوزك مو محرم عليه. ماما ريحه المشروب هي عم تطلع من نفسه وكانت ما تخليني اعرف. معقوله امي هي اول مره بشرب؟ قبل ما بعرف، بس هي اول مره بيرجع سكران بعد ما تزوجنا. امي معلش، يمكن جوزك متضايق او اضطر يجامل بعشا عمل، شو ما كان بدك تطولي بالك عليه، واذا تكررت حاولي تصلحي وتهدي. واللي صار امبارح لا توقفي عنده، لازم تنسيه. حماتي عنا؟ اهلا وسهلا. خير يا حمدي، تاخرت كثير لصحيت. نمت متاخر. اسيل قومي اعملي لي فنجان قهوه، راسي عم يجعني. ايه من الشرب اللي كنت شربانه امبارح، اكيد راسك بده يوجعك. معلش يا حمدي الله يرضى عليك، اسيل هيك متربايه ونحن هيك تربينا. اوهو على هالعلقه، إيه انا باسيل لحالها مو خالص، تطلع لي امها.
يلا شباب خفوها. لحظة لحظة، حطوها من ايدكم اذا بتريدوا. يعطيكم العافية. استنوني برا لحظة اذا بتريدوا. شو هذا الولاد؟ مثل ما لك شايف حبيبي، عم غير فرش البيت. عم تغيري فرش البيت؟ ايه لسه ما تغبر، عم تجددي وتغيري؟ حبيبي اول شيء حسيته كثير اولد فاشن، بعدين ما له على ذوقي. طيب ليش ما سالتيني؟ ليش ما اخذتي رايي؟ حسيت ما في داعي. ايوه ما في داعي. سوري حبيبي بس حبيت اعمل لك اياها سربرايز. سربرايز؟ سربرايز شو يا رولا؟ سربرايز شو؟ كل شيء وضع على عينك يا تاجر، لك حاجتك بقى، حاجة تتصرفي وكأني مالي موجود، لك شو بك انت شو بك؟ وين رايح؟ وين رايح؟ الو لك يقطع عمركم، ما كنتوا تملوا؟ شباب رجعوا لي كل شيء مثل ما كان. شو سوها خانو؟ شو بشو؟ انت ورامي يعني قولي اني موجود، على قليلي راعي مشاري اني ممكن غار. اسمع غيث، انا لا بقدر اقود ولا بقدر راعي، لاني بحب بأمر وبكره بأمر، نام بأمر وفيق بأمر، بدخل معك على هاي الغرفة بأمر وبدي دخل رامي كمان بأمر، فهمت؟ أمر مين؟ أستاذ حمدي، ليش في غيره الآمر الناهي؟ حمدي؟ إيه حمدي. الثانية؟ بنجج هذا خمسة أربعة يعني. يلا. إيه منيح كويس. برافو عليك. هي شو؟ أربعة واحد إجهاريك. حسك عم تضحك علي. أنا بضل بتضحكي على بلدي. دوايك. مين هالغليظ اللي بده يجي بهالوقت؟ حبيبي لسه الساعة 7. تكون 6، هذا وقت طاولة الزهر. اهلا مرحبا. هن يا مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا مدام، مساء الخير. اهلا اهلا. انا اسف جيت من غير موعد. لا بالعكس، اهلا وسهلا. انتم من اهل البيت. كيفك مدام؟ يا مرحبا. ما توقفونا يعني، جينا هيك. يا هلا يا هلا. ناجي قرر انه نبقى هون. شو هالحكي؟ احلى بشاره هاي. تفضل تفضل. بتعرف ليش قررت ابقى هون؟ هي. لانه ابننا بحاجه لاصدقاء دائمين، بحاجه لحياه جديده. كعين العقل يسلم لي هالتم انا. تفضل تفضل. عماد؟ يا عماد؟ شوف أنا مالي خايفة من الحليب وبدي أشرب كمان. ها؟ شفت؟ بس الله يخليك، إذا أنت هون قلي مشان الله. عماد؟ عماد؟ معناته صار لازم نبدأ بمرحلة تانية وجديدة بالعلاج. دكتور يعني نستدعي لعماد؟ بس أنا الآن من موضوع خطر لي بعد ما سمعت كلامكم. سيد وجيه بشو عم تفكر؟ مثل ما شفتوا لانا عم بتخاف تفوت على غرفة المرسم وعم تبقى برا. صحيح، يعني لساتها خايفة، وسبب خوفها إنها متأكدة إنه جوزها جوا. كمان صحيح، يعني لو عادة الخوف عندها راحت ساعتها بفوت على الغرفة وما بتبقى برا. سيد وجهي، لانا عطت أكثر من إشارة إنه خوفها راح، والدليل هو شربها للحليب، والحليب مرتبط بعماد. هي الإشارة الأولى. الإشارة الثانية إنها تقعد تنتظر قدام الباب
معناتها عندها رغبة حقيقية بوجود عماد، وهي عم تنتظر تحقيق الرغبة. يا دكتور أنا ماني مطمئن، خايف عليها من صدمة. اطمن يا سيد وجهي، نحن رح نكون موجودين ومستعدين لكل الاحتمالات. حامي؟ ايه حامي، ليش مستغرب؟ ولا أنا صرت لعبة بتنباع بتشترى، حتى الحمل بالحرام صار كتير علي. ومين الأب الأصغرة؟ أحزاني وآلامي قلبي الوجع دين البشر صوت هاتي يا دنيا من الوجع هاتي غني على تنهيدي وهاتي أمل بكرة الصبح آتي بتوي ظلام الأسود والحرمان أحلامي قدامي ويا دنيا مالك عالحلم سلطان أحزاني وآلامي قلبي الوجع بين البشر صوان دور على حب صادق قوي صح الأمل والخير يلي فيه دور على حب صادق قوي صح الأمل والخير يلي فيه إيد اللي تمسك إيدك تدفيه فيها العزم فيها عطف وحنان أحلامي اداني ويا دنيا مالك عالحلم سلطان احزاني وآلامي قلبي الوجع بين البشر